في هذا الحوض الكبير جنوب غربي البصرة هنا تبنى كتل خرسانية عملاقة ليتشكل منها النفق المغمور تحت الماء بطول يتجاوز 1400 مترا. 10 قطع يجري العمل على إكمالها لربط بعضها مع بعض لتعوم بعد ذلك أسفل قناة خور الزبير الملاحية بعمق 18 مترا. 300 عامل تركي باختصاصات متعددة تم استخدامهم لتسريع وتيرة العمل في المشروع المكمل لميناء الفاو الكبير. نحن الآن متواجدون في حوض بناء الكتل الكونكريتية الخاصة بتشكيل النفق اللي هي عددها 10 قطع بطول 125 متر، حينما تعوم وتربط إلى بعضها البعض سوف يشكل الجزء المغمور تحديدا. هناك اتفاق ما بين كشركة عامة للمواني العراق وبين شركة دايو لتسريع وتيرة العمل. على ضوء هذا تم إدخال تدريجي ل 300 عامل إضافي تركي متخصص بأعمال الخرسانة المسلحة. وفقا للسقف الزمني فإن تدشين النفق المغمور سيكون عام 2025، أما جدواه الاقتصادية فتكمن في تنشيط حركة التجارة الخارجية بوصفه حلقة وصل تربط ميناء أم قصر والفاو بالطريق الدولي، حيث سيتم استخدامه لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. يساهم إحداث نوع من الإيرادات غير النفطية للعراق، لأنه هذا المشروع مشروع حيوي، خصوصا إذا ما اقترن مشروع آخر للقناة الجافة، يمكن أن يكون نقطة البدء نحو عبور السلع المتجهة من الصين خاصة من جنوب شرق آسيا عبر العراق نحو أوروبا. هذا الطريق أطلق عليه مؤخرا اسم طريق التنمية، وأحيل مشروع دراسته إلى شركة إيطالية، وسيخصص لأغراض تجارية عبر مسارين، الأول لشاحنات نقل البضائع وآخر لسكك الحديد، ويبدأ من ميناء الفاو وينتهي عند آخر نقطة في محافظة دهوك ومن بعدها إلى تركيا. طريق التنمية يبدأ من الفاو ويستمر باتجاه الجانب التركي أو الحدود التركية. بداية هذا الطريق سوف تكون من خلال 63 كيلومتر اللي بدأت الشركة العامة لمواني العراق بتنفيذها من خلال أحد مشاريع ميناء الفاو. ويتزامن ذلك مع انطلاق الأعمال ببناء شبكة جسور تربط النفق المغمور بطريق صفوان الدولي المتصل بأحد مساراته بالحدود الكويتية العراقية. ميناء الفاو وحزمة المشاريع المكملة له، بالإضافة إلى دورها الكبير في تسريع عمليات نقل البضائع العابرة للحدود، فإنها تشكل رافداً اقتصادياً مهماً سيخفف من اعتماد العراق على النفط في تغطية نفقاته. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة.